السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع متخصص في ان هو يعمل باترن من خلال الذكاء الاصطناعي. هقول له جنريت باترن، وتيجي هنا زي الذكاء الاصطناعي تكتب تكست مثلا بيراميدز او ايجيبت بيراميدز، وفي نيجاتيف يعني في بعض الكلمات عايزه يتجنبها، تمام، وعايز كام صورة، تمام. احنا معانا 20 فهناخدهم كلهم واقول له جنريت باتر، فيبدا يعمل لك باترن بالاشكال ديت. وفي اختيار ان انت ترفع له صوره وهو الصوره دي يبدا يستخدمها كباترن عندي، تمام. فقال لي انا اختار مثلا حاجه من الحاجات الجاهزه دول، ممكن اقول له جنريت سيميلر لديت واقول له اعمل لي صور. المفروض ان الاربع صور هيكونوا متاخدين من ديت لكن مختلفين بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نيجي هنا، لسه معانا شويه نقط. اقول له مثلا انا عايز فلاورز اند رابت، واقول له اعمل لي باترن، فبدا يعمل حاجه بشكل دوت. يعني تلاحظ ان في كذا ارنب مكررين او عاملين بشكل دوت.